بس بيبقى فيه سيتيليتي كرايتيريا معايا. ممكن كمان بيناي باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو ولكن مفيش ديفنس ولا ديتاس. ممكن وريكرنت باروكسيزمال تمام فيستيبولار نورايتس بس مفيش ديفنس ولا ديتاس وهكذا. المانجمنت بتاع المنير انفستيجيشن وتريتمنت. A 15 year old boy بيشتكي من ديفنس وتريتاس في الليفت اير. يبقى ولد عنده 15 سنة ديفنس وتريتاس في الشمال بس. He was slapped على الليفت اير ما كانش بيذاكر اي متين. فبابا رزعه بالقلم على ودنه الشمال من 5 ايام. He noticed whistling and blowing his nose. قال له يا بابا ودني اللي انت كنت بتهزر معايا فيها بتصفر وانا بنف تمام. وتسكب شود ريجولار بيرفوريشن ان ذا بار ستيتس في الليفت اير دايجنوزيس. هاي ايه الديفرنشال دايجنوزيس؟ الجدول اللي جاء قد كده. المانجمنت انفستيجيشن والتريتمنت. من فضلك الانفستيجيشن اكتب بيرتون ايدوميتري. ما هو تروماتيك رابشر لو قال لك انفستيجيشن معايا؟ هي اي نعم ملهاش انفستيجيشن بس ممكن اعمل بيرتون ايدوميتري. ما هو عين ايه؟ ديفنس. لا استني نفس الغلطه دي قابلنا غلطتها ايام السكشن بتاعك ايام الراوند. يا ولاد يعني ايه كلمه انفستيجيشن ويعني ايه كلمه كلينيكال بيكشر؟ هات 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 هات. بص كلمة clinical picture الحاجات اللي انا بشوفها في عيادتي history examination investigation اي عمل يتعمل بره عيادتك. الاوتوسكو بيتعمل في عيادتك يبقى ده examination. البيرتون اوديومتري بره عيادتك عند السمعيات فده investigation. فاهم وصلت المعلومة معايا تمام. يبقى diagnosis how to avoid ايه ده؟ لا ده حالة تانية مش كده؟ حالة تانية. يبقى اذا 33 سنة راجل بيشتكي من سيفير رايت اير ايك وجع جامد جدا في ودنه اليمين with sensation of fluid في الرايت اير just before landing. الحالة دي جت كما هي بس مع اختلافات. جاء قال له العيان عنده acute rhinosinusitis وركب الطيارة والطيارة نازلة حصل له وجع في ودنه وحصل له ديفنس يبقى ده ايه؟ قلت لك باراتوره. انا عكستها بقى قلت لك ايه؟ راجل عنده 33 سنه بيشتكي بوجع في ودانه معاه وسنسيشن اوف فلويد يعني بدات من الاخر. سنسيشن في ميه تمام ان ودنه فيها ميه رايت اير بيفور لاندنج قبل ما الطياره تحط معاه. هي جيف ا هيستوري اوف ران بلوك نوز بيفور فلاين كان عنده نزله برد قبل ما يطير قبل ما يركب الطياره. وتشكو بشود ريتراكتد رايت درام مع بابلز بيهايند يبقى ده ايه؟ اوتيتيك باروتروما برضه تمام؟ هو ايه الفرق يا ولاد؟ بين الاوتيتيك باروتروما والسكريت روتايتس ميديا. السكريت روتايتس ميديا كرونيك جراديوال وما تعملش بين. اما الاوتيتيك باروتروما بتحصل صادم وانا راكب الطياره لكن الاثنين فيهم بابلز وفيهم ريتراكتد درافت معايا؟ ده في المودريت ستيج. هاو تو افويد لسه شارحينها المانجمنت لسه شارحينها معايا؟ لو هتغلط وعايز تكتب المانجمنت بتاع الثلاثه ستيجز ما عنديش مانع. هي دي الفلويد المودرن دي مستيج بس تمام. لو كتبت الثلاثه مفيش مشاكل يعني دي ما تاثرش على حاجه. امان اكسبوز تو كار اكسيدنت واحد عمل حادثه عربيه كي ديفلوبد بليدنج من الليفت اير. بليدنج تساوي لونجيتودينال بليدنج. طب لو اتخرمت لونجيتودينال فاكر الكلام ده ولا لا؟ عدى بالدراما معايا. Immediate examination showed rupture في left inferior membrane. للأسف he developed left fissure paralysis on the next day. انت ليه قلت longitudinal fracture base؟ based on ايه؟ نمرة واحد bleeding per ear. نمرة اثنين traumatic rupture. نمرة ثلاثة delay. ثاني يوم معايا خلاص المانجمنت بتاع fracture base. A 50 year old man presented with inability to close his right eye. طالما مش قادر يقفل عينه اليمين يبقى رايت فيشال باراليسس تمام. مع ديفيجن اوف هيز ماوس للليفت سايد برون فولينج من السكند فلور وقع من الدور الثاني معايا ذات ريزلتد ان لوس اوف كونشسنس ات ذات تايم. اكزامينيشن شو نورمال بوست امبيريك من برين ترانسفيرس بيست اون ايه؟ نورمال امبيريك من برين اوفر لوس اوف كونشسنس مش كده؟ تمام؟ ما قالش فيشال باراليسس خالص. لا قال
قال مفيش مشاكل، بس دي ما اقدرش اعرف immediate ولا delayed لانه كان في كوما معايا، ولكن قولها ماشي تمام كده. طبعا دي fracture base of the skull transverse علشان normal drum normal embedded membrane و loss of consciousness mainly المانجمنت. اقول ليه قوليها؟ اه انا قلت تقوليها، انا بعيدها تاني اهو تمام. ولكن وهو في كوما ما تقدريش تقولي الباراليسيس جاله ولا لا، ما هو كوماتوز. اه ما هما الاثنين واحد، هما الاثنين لا الباراليسيس ميديت او ديليج وهكذا. الصوره دي لذيذه قوي، هيجيب لك الصوره دي وهيقول لك البنت دي دايابيتك تمام، وعندها ديستشارج من الرايت اير وما قالش حاجه تاني، يبقى دي ايه؟ جرادينيجوس شابتوره يا دكتوره، وامبيتروزايتس ديبيتروزايتس ابيوسنت باراليسيس. كان في عضله اسمها الابيوسنت في الرمد مش كده؟ كانت تعمل ديبلوبيا وسكوينت ميديال كونفيرجنت باراليتيك سكوينت مش كده ولا ايه؟ معايا؟ بيتروزايتس A 50-year-old woman ست عندها 50 سنة تشتكي من diminution of hearing دوبلي سمع بين تينيتس في left ear دوبلي سمع تمام؟ وجع تينيتس في الشمال التينيتس دبل ستايل بارسيتنج خلاص الموضوع بلومة تمام؟ بلومة بالظبط شرطورة بينكريس باي نايت أي تينيتس في الدنيا يزيد بالليل علشان ينايم الدنيا هدوم معايا؟ اوتوسكو وشو بريتش ماس بهايند انتاكت درام فاكر الشمس وقت الشروق تمام؟ ريني ووز بوزيتيف في الرايت اير نيجاتيف في الليفت تمام؟ يبقى الليفت فيها نوع ايه؟ كوندكتيف. طب ما هو الجلوماس بتعمل كوندكتيف مش هو في الميدل اير تمام؟ الوبر لاترالايز بالليفت الليفت اللي هي فيها مين؟ الديزيز اللي هي كوندكتيف. لا الوبر لاترالايز بالكوندكتيف يا اولاد انتوا مش متفقين معايا. الوبر يروح للكوندكتر ويبعد عن السين سنيورا الجروبه في عامل كوندكتر فالوبر يروح لها تاني عمر تمام. المانجمنت بتاع الجرومه قال لي اقول لي ايه اهم انفستيجيشن في الجرومه؟ ايوه انا متاكد ان شاء الله من السنه دي اعلى ليست في الجهاز في باذن الله ان شاء الله. عيان عنده 28 سنة جايلي بإن أبيت تو كروز هيز رايت آي، يبقى الباراليسيس فين؟ رايت ما عدتليش في الآي. لا ما كان في ناموس أبوي إنهم كانوا بيرقصوا بيقولوا آي. يبقى الباراليسيس في الرايت آي تمام؟ ديفيجن ماوس للليفت سايد فورم رايت إير أوبريشن. راح لدكتور اي ام تي كان شاطر قوي وهو بيعمل له العمليه، العيان صاحي من البنك لقى عينه ما بتقفلش وبقه معوج نفس ناحيه العمليه معايا. الكونديشن ستارتد ايميديتلي افتر ذا اوبريشن على طول بعد العمليه معايا. ذا بيشنت از ستيل كومبلينج اوف ليفت اير الودن الثانيه، خلي بالك ورايا الودن الثانيه ليفت اير ديستشارج which is odorless otoscopy showed central perforation. ايه التشخيص؟ تروماتيك فيشال نيرف بارانسيس على الرايت سايد والليفت كرونيك سابل كوتايتس ميديا سيف سايد بيس دول كذا وكذا وكذا. فاهم الكلمه دي؟ مش دول مش تشخيصين، دي ودن ودي ودن، هو دول تشخيصين تمام. المانجمنت بتاع الاثنين لو سمحت، المانجمنت بتاع الاثنين ما هو ده ديزيز وده ديزيز، واحد خبط بالدريل الفيشال والتاني عنده من زمان. ايه؟ ده مش سؤالين يا جماعه، ده سؤال واحد. التملي الكيس بتيجي من 10 ل 12 درجه. تملي كده فاهم؟ ولكن يا اولاد ما فيش حاجه اسمها تقسيم الدرجات والحاجات دي. رايت سيف. علشان السنترال والبطن. يا اولاد انتوا فاهمين الحاجه اللي فاتت ولا لا؟ ولا انتوا قاعدين مبلمين وخلاص؟ والنبي ما تكونوا زي الدكتور مينا. بص هو الليفت سايد سنترال بيربوريشن اودرلس ديستشارج يبقى سيف. الرايت كان بيعمل فيها عمليه وصحي من البنج لقى عينه ما بتقفلش، يبقى الجراح كان شاطر وقطع له في الشغال. فاهمين الكلام ولا لا؟ فاهمين. مالهمش علاقه ببعض. ايوه مالهمش علاقه ببعض. بس هو كان عنده بايلاترال كرونيك سابريت وفايتس ميديا من قبل العمليه، هو ده كومن. طيب.
عيان 28 سنة نايل بين قابلته كروز الرايت اي، يبقى البالانسز فين؟ رايت مع ديفيجن الماوس على الليفت. هي جي بالون بهيستري اوف رايت فاول، از فاول هي اوفنسيف هي تريتد، تمام؟ يبقى فاول، يبقى اذا اوترلس ايه، يبقى اوفنسيف ديستشارج، يبقى ايه؟ انسيف. اوتوسكو بشوت بوستر سوبيريور بريفويشن، يبقى مارجنال بوستر سوبيريور، تمام؟ and discharge with granulation in the middle ear. شفورة facial paralysis on right side secondary to أو as a complication to cholesteatoma on safe side based on A كذا وكذا وكذا. المانجمنت لا ما تقوليش بتاع الاثنين، ده هو ديزيز واحد، كوليستياتوما هي اللي عملت فيشيال، مكتوبة في الكتاب في مرض واحد اللي هو ايه؟ فيشيال بلاس سكندري تو تايتس ميديا في كومبليكيشن. كنت بعمل لها ايه؟ ميديكال وسيرجيكال. السيرجيكال ايه؟ راديكال ماستيكتومي وريموفال للكوليستياتوما. ما هي الراديكال ماستيكتومي تريتمنت الكوليستياتوما، هي تريتمنت الفيشيال. ما تقوليش عالج دي وعالج دي. قولي مفيش مشاكل. طبعا معايا، ولكن السؤال ده جاء على فكره قبل كده، جاء قبل كده نظري مش شفر مش بروبلم سولفر، جاء فيش البراس ديوتو اوتايتس ميديا. العيال كتبوا زي ما عصمت عمل اوتايتس ميديا اكيوت وكرونيك وسابرت ومنان سابرت وصل على 10 درجات وفيش البراليسز، افتكروه الاثنين ديزيز. هو السؤال كان جاي غلط، كان جاي ازاي؟ بس هو مش غلط، هو يعني الطالب هو اللي فهمه غلط. فيش البراليسز اند اوتايتس ميديا، هو تخيل ان هو عايزك تشرح ده وتشرح ده. لا يا حبيبي، فيشال باريس اند اوتايتس ميديا يعني واحد عنده فيشال باريس واوتايتس ميديا، فهمت الكلام؟ يبقى هتقول يا اما اكيد اوتايتس ميديا وزهيس اند بولي كانال، يا اما كوليستاتوما اوريدن من البولي كانال، والكلينيكال بيكشر كذا والتريتمنت كذا، فهمت الكلام؟ دكتور يعني التريتمنت بتاع الاكيد اوتايتس ميديا بتاع الاكيود، ايه اللي جاب الاكيود هنا؟ لا يا جماعة أرجوكم، السؤال ده كل الدفعة غلطت فيه، فرئيس القسم قال لهم أنا كنت كاتب أيامها المذكرات كده الصفحة 20، صفحة 20 كنت أيامها في المذكرة كاتب أسهم، فكاتب فيشا درس ديوتو أكيوتو تايتس ميديا تريتمنت كذا، والسهم الثاني كوليستياتوما تريتمنت كذا. يا جماعة التريتمنت بتاع الأكيوتو تايتس ميديا والتريتمنت بتاع الكوليستياتوما هي التريتمنت بتاع الفيشل، ما هي مكتوبه اهي، فاهمين الكلام؟ هو دلوقتي لو اكيتو تايتس ميديا وعملت ماستويدايتس هتكتب التريتمنت اوف اكيتو تايتس ميديا والتريتمنت اوف ماستويدايتس، طب ما انت في الماستويدايتس اديت انتي بايوتيك وعملت مايرنجوت، فاهمين الكلام ولا لا؟ وصلت؟ والنبي ما فاهمين حاجه. طيب انتوا اللي بتكبروا المساله على نفسكم، على فكره الامتحان بيجي تو ذا بايو وانتوا بتقعدوا توسعوا الموضوع وتقولوا الوقت قصير. اسكت يا ابني اسكت. ولاد السؤال ده جاء السؤال ده جاء كما هو كما هو ومعاكم مذكرة الامتحانات. راجل عنده 35 سنة بيشتكي من inability to close the right eye، يبقى الباراليسيس right مع division of angle of mouse للليفت، تمام؟ He noticed discomfort on hearing loud sound، بيتضايق لما يسمع الصوت العالي، and metallic taste في الماوس، taste غريب في الماوس، metallic sensation، تمام؟ abnormal taste. He gave no history of trauma operation or discharge. No history of trauma يبقى ده مش traumatic facial paralysis. No history of operation يبقى مش surgical trauma. No history of discharge يبقى مش otitis media. معايا؟ ANT examination revealed the inability to move all muscles official examination. Otherwise, rest of examination was free. Free يعني مش otitis media ولا في scar ولا في trauma ولا في حاجة. يبقى ده بالصبورس بالظبط. Idiomatic. خلاص؟ ايه internal canal واكسترا canal يا ابني؟ يا ابني بطل التخيل بتاعك ده. يا جماعة ما تكبروش المسألة على نفسكم، اسمها بالصبورس. يا مها. بتعمل ايه؟ في discomfort. مين قال لك تصورها؟ مش احنا قايلين الكلام ده في الفيديو. امسحيها لو سمحت. بص انا هسيبكم الاخر تكتبوا، مش هتضايق انكم تكتبوا، بس هسيب لكم اللوغاريتمات في الاخر.
state the most probable clinical diagnosis اللي هو ايه؟ على فكرة من غير ما دي جات في مذكرة الامتحانات الجامعية، السؤال ده هو هو وهجاوبه زي ما هيجاوب في الامتحان. اوراق البيلس بولس جه حوالي 10 مرات من الاخر، ده حالة كومن قوي بتيجي بروبلم سولفينج. State the most probable clinical diagnosis idiopathic facial paralysis على الرايت سايد او بين قوسين بيلس بولس. طبعا depending on ايه؟ اللي مفيش تروما، مفيش اوبريشن، نورمال درام، مش عارف ايه، فاهم؟ طيب explain why there is discomfort on hearing loud sound. استبيديال باراليسيس، باراليسيس للاستبيديال، الفرمله باظت فالصوت بيهز الاسكل جامد فيوجعه في ودنه. معايا؟ خلاص؟ ده اول explanation. explain why metallic taste in the mouth compression of the corda temporale. يديمة في الكوردة temporale، ما هو الكوردة temporale لو انقطع هيحصل loss of taste، لكن هنا compressed. تمام؟ treatment of such a case بتاع البنس بوكس. A 30 year old man، راجل عنده 30 سنة بيشتكي من foul left ear discharge. يبقى ده ايه؟ unsafe for 5 years، بقاله 5 سنين. examination showed acid granulation and discharge، بيأكد انها ايه؟ unsafe acid. تمام؟ radical mastoidectomy was carried out، اتعمل له راديكال ماستيديكتوم الحمد لله علاج الكوليستات. وما راديكال للاسف once he recovered from anesthesia he felt unable to close his left eye with division of mouth to the right side. حصل له ايه؟ تروماتيك فيشال نيرف باراليسيس وانا بعمل راديكال ماستيديكتوم. المانجمنت immediately removal للباك، بشيل الباك بتاع العمليه، يمكن الباك هي اللي ضغط على الفيشال نيرف. تمام؟ هو once recovered يبقى immediate، يبقى اذا هشيل باك واستنى شويه. ما حصلش recovery facial nerve immediate exploration، وتقول لو في نارو جاب وايت جاب وهكذا. النتيجه الراديكال ماستيديكتومي. راجل عنده 70 سنه، حاله لذيذه، راجل عنده 70 سنه بيشتكي من decrease hearing acuity in both ears، deafness في الودنين. اوتوسكو بيشو normal intact تمبانيك ممبرين، تمبانيك ممبرين normal يا دكتورة ميرنا، normal يا دكتورة ميرنا، معايا؟ تمام؟ with air conduction better than bone conduction. يعني ايه air conduction better than bone conduction؟ يعني ليه بوستر؟ الاير احسن من البون اللي هو normal زينا، معايا؟ طيب ذا ويبر والسنترال، الويبر سنترال يعني الاثنين زي بعض ايكوال، معايا؟ هي جيف نو هيستوري اوف تروما اوبريشن نوت توكسيك ميديكيشن اور فاسكولار ديزيز بريسباكيوزس. مش بيبقى بايلاترال وسيمتريكال، عوامل الزمن هتيجي في واحده واحده، لا معايا؟ بتيجي في الاثنين والاثنين يبقوا زي بعض، والنرف لما يبقى ضعيف ستيل الاير احسن لان الميديال اير سليمه، معايا؟ What is the most what is the best method of management hearing aid؟ hearing aid سماعة. الله مش كتك في البيت مركب سماعة اهو hearing aid ايه؟ احمد خليك معايا لو سمحت، خليك معايا من فضلك. واحدة ست عندها 45 سنة جايه بسيفير اتاك اوف فيرتيجو، فيرتيجو جامد جدا مع نوزيا وفوميتنج، اي فيرتيجو سيفير يبقى مع نوزيا اند فوميتنج. نو تينيتاس، مفيش تينيتاس. نو ديمنيوشن اوف هيرنج، مفيش ديفنس. اوتوسكو بيشوف نورمال تمبانيك ممبرين طبيعيه، تمام؟ يعني مجرد ان عندها فيرتيجو فقط. التمبانيك ممبرين نورمال، الفيستولا سايد نيجاتيف يعني ما عندهاش لابرانسايتس، تمام؟ طيب ما هي اصلا قال لك التمبانيك ممبرين نورمال، يبقى ما عندهاش لابرانسايتس، لان اللابرانسايتس سكندري تروفايتس 100. She gave history of runny blocked nose one week before. ايه الحاجات اللي تعمل فيرتايجو without deafness؟ يا فيستيبولار نورايتس يا بناين باروكسيمال بوزيشنال فيرتايجو. هل ده ريليتد للبوزيشن؟ هل هو قال؟ لا، ده ريليتد لباك، يبقى فايرال نورايتس. فيستيبولار نورايتس. معايا؟ فاهم يا دوخي؟ يبقى الموست بروبابل دايجنوز فيستيبولار نورايتس. البيست ميثود اوف مانجمنت بتاع فيستيبولار نورايتس اللي في الكتاب. على فكرة سيمبتوماتيك سيلف ليميتنج. A 50 year old man بيشتكي من recurrent attacks of vertigo. الفيرتايجو بيقعد من 20 ل 30 ثانية.
بالذات بالذات لما ينام على ظهره. تمام؟ وصوش ماله نو تريتس نو ديتنس. ايه رأيك؟ سؤال MCQ اللي دين ديزيز اللي بعمله في الطيب وده وديتنس ان تريتس بناين بروكسوم وصوش ماله في الطيب والبستيبر عبرارات معايا؟ اوتوسكو بيشوط نورمال تمبانيك ممبرين والفيستو الاصايد نيجاتيف، يبقى ده بناين باروكسيزمال علشان ليه تو سيت البوزيشن، وعلشان الفرتايجو بيقعد فتره قصيره باروكسيز 20 30 ثانيه. البيست ميثود اللي احنا قلناها من شويه بتاعه البناين باروكسيزمال بوزيشنال فرتايجو ايدلي مانوفر 22 سنه ست تنافس سنكم كده بريزنتد مع سيفير بين في الرايت اير، وجع جامد جدا في ودنها اليمين. نوت بريسيدد بابا ستريت انفكشن، ما كانهاش نزلت برد. وجع جامد جدا في ودنها اليمين من غير نزلت برد. The pain increases on mastication and the movement of the jaw، ولما بتحرك الجو في سنكو في دين. تمام؟ انت فاهم؟ اير اكزامينيشن ريفيلد نوع ابنورماليتي، ما كانش عندها حاجه في الودن، عندها وجع في ودنها من غير اي حاجه في الودن. But the temporomandibular joint was tender and shook leg. بيطرقع. معايا؟ With the patient open her mouth. يبقى ده ليه؟ واحدة بتمضغ لبان كتير، 22 سنة، فعمالة تمضغ لبان، جالها temporomandibular joint arthritis. هي دي temporomandibular joint arthritis. هي دي مضغ اللبان، معايا؟ أمال عمال أقول لكم ليه في سنكم وفي مين الليجامنتس ضعيفة، أنت فاهم؟ يبقى هو ده temporomandibular joint arthritis. عرفت منين؟ ان البين بيزيد مع الماستيكيشن، ما تغلطش وتقول له تايت ستيرنا. معايا؟ ان التي ماشين في كليك وتندر. ماشي؟ وانها في مين؟ في الارترايتس اكتر في الفيمين. عايزين؟ خدنا المرض ده اصلا في ريفيرد اوتالجيا. تيمبرومانديبولار جوينت، تيمبرومانديبولار جوينت ارترايتس، وان اوف ذا كومنست كوزز اوف ايه؟ اتنين بيتناقشوا. الدلتا كيرس والتيمبرومانديبولار جوينت ارترايتس. بس لو انا هختار تيمبرو مانديبولار شورت ارثرايتس ده كومن سبوت وفيه ايه؟ تمام؟ انا بقلب تبطل تمضغ لبان، تديها نون استرويدال انتي انفلاماتري اللي انت عارفاه، ما تكتبيش اسماء. نون استرويدال انتي انفلاماتري وكمادات دافيه. وطبعا اكلها يبقى ايه؟ سوفت سيمي سوليد علشان ما تقعدش تمضغ. نقول تاني افويد شوينج جام. ماشي؟ تديها سيمي سوليد فود، كل الاكل افويد الهارد فود. معايا؟ تحط تعمل لها نون استرويدال اكتيف انفلاماتري، تمام، وكمادات دافية. عملت كده لوحدي؟ طيب يديله حته. A 7 year old boy ولد عنده 7 سنين بيشتكي من ليفت اير ديسشارج اوف 3 دي ديوريشن، بقاله 3 ايام بيشتكي بصديد جاي من قدامه. ركز في الحته دي. تجيب هيسترو كرونيك بلوكد نوز، كان عنده برد فولود باي سيفير ليفت اير ايك اند فيفر. نقول تتابع الاحداث، هو جاي دلوقتي بديسشارج بقاله 3 ايام، قبلها كان عنده نزله برد، نزله البرد عملت له وجع في ودانه في ودنه الشمال. تمام؟ With the appearance of discharge, the pain and the fever disappeared. البين والفيبر اختفوا أول ما الصديد نزل. No previous history of similar attack. ما جاش قبل كده حاجة زي كده ليه. Otoscope بيشوف small perforation in the vast intestine مع بسيط نير discharge. Acute severed otitis media. فسر لي ليه؟ السؤال ده جاي قبل كده زي بسيط نير discharge ليه؟ Congested cavalry. مش كده؟ التريتمنت بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا. هو اي نعم الاطفال صعب الدرام تتخرم، بس ممكن تتخرم، ايه المشكله؟ هو ليس كومن بس تتخرم برضه. معايا؟ ممكن اقول عن البارنجوات اللي بيوسع البرفوريشن كل حاجه. تريتمنت بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا كلها. A baby that has born full term. ولد اتولد full term 9 شهور كاملين، مش 5، 9 كاملين. معايا؟ His parents notice that both ears are closed ودانه الاثنين مقفولين مع small oracle والاوركل بتاعته صغيره. The parents give history of postal consanguinity، كانوا قرايب. معايا؟ Mention the diagnosis and the cause of such case. ايه؟
bilateral meter atrophy and microorganism. Bilateral meter diagnose explain أو أي cause of such case علشان يكون سنجوري genetic disorder. Recessive genes معايا من الأب والأم. محمد. محمد. اللي بقعد هنا بيتعادى يا ابني. اللي بقعد هنا بيتعادى اصحى. What are the investigations needed? ايه الانفستيجيشن needed للحالة دي؟ immediate اول ما يتولد اطلب له ايه؟ evoked response audiometry او تقولها اي بي ار زي ما انت عايز. اول ما يتولد عايز اعرف يسمع ولا لا؟ تمام؟ اوعى تعمل سي تي. السي تي ده يتعمل عن سن 5 6 سنين لما اجي اعمل له عمليه. انت عملت له سي تي اول ما اتولد تستفيد بها ايه؟ ولا حاجه. انا عايز اعمل سي تي ليه؟ علشان اشوف هعمل عمليه ازاي؟ اشوف اللي جوه فيه ايه؟ اذا اول ما يتولد ايفوكت ريسبونس اوديومتري. تمام؟ طب لو لقيت ما بسمعش بالاثنين يبقى ده كوكلير امبلانت. خلاص كوكليا بايظه. طيب لو ما عندوش كوكليا. اما لو لقيته بيسمع او ثقيل السمع انا هعمله العمليه عند 5 6 سنين فركب له باها بون انكورد ايرنج ايه واستنى ال 5 6 سنين واعمل له عمليه اسمها ايه قلت كانالو بلاست صح كانال قلت ليتو بلاست صح اي حاجه كلها اسم صح بيتعمل من سن من 5 ل 6 سنين الايرلي مانجمنت انا قلته الايرلي مانجمنت باها لغايه 5 6 سنين باها اللي هو ايه يا اولاد بون انكورد ايرنج ايه سماعه بتركب في العض ما تركب في العظم ليه؟ ما عشان ما فيش اوبننج فركبها في العظم معايا بون انكورد هيرنج ايه؟ ايه الديفينيت تريتمنت اللي هي عند سن 5 6 سنين كانالو بلاستي وبلاستيك سيرجري اوركن؟ بعد 5 سنين ايه معلش؟ على سن 5 6 سنين كانالو بلاستي او ميتو بلاستي الاثنين صح هي ايه الصح قوي اسمها كانالو ميتو بلاستي حتى يعني بص بقى بتهيألي دي اخر حاله A 5 year old boy ولد عنده 5 سنين بيشتكي من سيفير شيست انفكشن طب انا بتاعي انت انا مالي ومال الموضوع سيفير شيست انفكشن ووز ادميتد تو ذا هوسبيتال اتحجز في المستشفى فور وان ويك بقى له اسبوع محجوز في المستشفى هي ووز دايجنوست تو هاف نيومونيا عنده شيست انفكشن نيومونيا ايه العيان ده الولد ده البيبي ده 5 سنين عنده كحه وشيست انفكشن عنده نيومونيا اتحجز في مستشفى الاطفال تمام؟ He was treated with antibiotic injection, analgesics and mucolytics. ما يخصنيش. After discharge from hospital, بعد ما طلع من الهوسبيتال تمام؟ The parents noticed that the child does not hear autotoxicity. Bilateral sensory neural hearing loss secondary to autotoxic drugs. Aminoglycoside, antibiotic injection. بالمناسبة يا أولاد ما فيش aminoglycoside oral. كل الaminoglycoside injection. معايا؟ كلام الفارماكولوجي السنه اللي فاتت فده عباره عن اوتو توكسيستي تمام باي لاترال ايه المانجمنت هيرنج ايه طبعا خلاص النرف باظ انتهى الموضوع هيرنج ايه معايا انا كده خلصت الاير الساعه 8 بالظبط يوم الجمعه ان شاء الله هنبتدي النظر